في أروقة معامل القسطرة وغرف العمليات، إنجازات لإنقاذ الأرواح ومعافاة الأجساد. عبد الفتاح إدريس يروي نجاح عمليته كأول عملية كي لأعصاب الشريان الكلوي عن طريق القسطرة الشريانية بمركز القلب في المدينة المنورة. أنا مريض ضغط يمكن لي أكثر من 20 سنة، أخذ من الوالدة رحمة الله عليها، يعني معاناتي في الأدوية، يعني وصلت لحد أتعاطى 22 حبة دواء يوميا، من مدرات بول، من حبوب. وصل معايا الضغط 260/130. ما أدري عن نفسي. ندخل عن طريق الشريان الفخذي، نروح لشريان الكلى، يدخل فيها عن طريق قسطرة، وبعدين بعد القسطرة نحط الجهاز اللي يكوي المنطقة الغنية بالأعصاب اللي هي تكون لها دور كبير في ارتفاع ضغط الدم. يكون العملية تقريبا تأخذ أقل من نص ساعة للكليتين، للشريان اليسار والشريان اليمين. 85% من أسباب الضغط غير معروفة، 15% فقط اللي عندها أسباب هرمونية أو ضيق في الشرايين الكلوي أو أمراض أخرى مصاحبة. القاتل الصامت، هذا ما يكنى به مرض ضغط الدم وأعراض جانبية تصاحب علاجه، لتقدم العملية حلا رئيسا للحالات المقاومة للعلاجات الدوائية. مستوى العالم يعتبر من أكبر الأمراض، حيث أنه عدده ما يقارب من 1,000,000,000 إنسان مصاب بالضغط. في عام 2025 حيكون عدد المصابين بالضغط وارتفاع الضغط الدموي يكون في حدود 1,600,000,000 شخص. بكوادر طبية مؤهلة، بدأ مركز أمراض وجراحة القلب في إجراء عمليات كي الشريان الكلوي لعلاج المصابين. للإخبارية فدوى طبقاني، المدينة المنورة.